بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى رح أشرح كيفية تغيير اللغة الخاصة بتطبيق الشبكات على نظام الجوالات الأندرويد. هلأ من قبل نشرت فيديو كيف فيني غير اللغة الخاصة بتطبيق الشبكات على جوالات الآيفون، بس كانت ميزة تغيير لغة بجوالات اللي نظامها أندرويد ما أنها موجودة. هلأ اليوم بعد التحديث الأخير صار بالتطبيق، صار بإمكانك تغير اللغة الخاصة بتطبيق الشبكات من اللغة الإنجليزية والألمانية بالإضافة إلى بعض اللغات الأخرى. هلأ يا ترى كيف فيني أغير لغة التطبيق الخاصة عندي بتطبيق الشبكات؟ الطريقة راح تكون بكل بساطة على الشكل التالي. راح نفوت على تطبيق الشبكات هيك. هلأ بعد ما فوتنا على تطبيق الشبكات عم نشوف هل الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق. هلا عشان غير اللغة الخاصة بالتطبيق عندي طريقتين. الطريقة الأولى بكل بساطة على الواجهة الرئيسية، راح نشوف بالأعلى على اليسار في إشارة هيك مثل الكرة الأرضية، راح نكبس عليها ضغطة هيك. فراح نشوف في عندي هون اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدد كبير من اللغات الموجودة عندي هون بالأسفل: الألماني، الإنجليزي، التركي، الأوكراني، الكازاخستاني. طبعا هاي اللغات بإمكانك تغير لأي لغة بدك إياها، فقط تختار تحدد الاختيار. حاليا عندي اللغات التطبيق موجودة باللغة الألمانية، فقط بدي اغير لغة بحط هون اشارة حد اللغة الانجليزية، بدي اغير اللغة الانجليزية. فمثل ما شايفين عندي هون تغيرت اللغة الموجودة عندي على التطبيق، كانت من اللغة الالمانية للغة الانجليزية. هلا الطريقة الثانية عشان اغير اللغة الموجودة بالتطبيق، الطريقة الثانية بكل بساطة على الشكل التالي. هلا مثل ما شايفين اول شيء اللغة الموجودة عندي حاليا بالتطبيق هي موجودة باللغة الانجليزية، بدي اغيرها للغة الالمانية. راح تكون الطريقة بكل بساطة على الشكل التالي. عم نشوف بالاسفل في عندي ايقونات على الشكل التالي بالاسفل، راح نكبس على كلمة البروفايل الموجودة عندي هون على الشكل التالي، كلمة بروفايل. راح نكبس على كلمة بروفايل. بعدها راح نشوف عدد كبير من الخيارات، راح نكون في واحدة من الخيارات اسمه الإعدادات أو السيتينجز، راح نكبس عليها ضغطة. بعدها راح ننزل لتحت بالأسفل، راح نشوف في خيار اسمه اللانجويج أو إذا كنت بالألماني اسمه شباخة، راح نكبس عليها ضغطة هيك. هلا اللغة الموجودة عندي حاليا هي باللغة الإنجليزية، التطبيق بدي غيرها للغة الألمانية، راح أحط كلمة دوتشاند، أحط هون إشارة تشيك. هلا أرجع برجوع، وهي نشوف هاي اللغة الموجودة عندي حاليا وتطبيق شبكات غيرت من اللغة الإنجليزية للغة الألمانية أو من الألمانية للإنجليزية وبالعكس. هاي كانت طريقة بكل اختصار كيف فيني أغير اللغة الموجودة عندي تطبيق الشبكات من اللغة الحالية لبعض اللغات اللي وفرها تطبيق الشبكات بعد التحليل الأخير. هلا هي كان متعلق، هي كل شيء كان متعلق بكيفية تغيير اللغة بتطبيق الشبكات. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، وشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.